حييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الام تي في، وسوا انا وياكم بدي رحب برئيس بلديه بشري استاذ فريدي كيروز يلي نحن محطتنا على مدار السنه، ولكن دائما مع قرب مهرجانات الارز الدوليه بكون عنا محطه اساسيه حتى نضوي على هالمنطقه الحامله ارز لبنان يلي بنفتخر فيها هالارز على عالمنا، ويلي استعادت رونقها اكثر واكثر بمشاريع كلها اليوم قربت كثير المسافات، وبالتالي بمهرجانات الارز الدوليه يلي كل سنه عم تشهد اقبال اكثر من سنه وانظار تتجه عليها عالميا، والسنه على الاكيد الموعد ب 29 حزيران قرب مع بوتشيلي يلي مين ما بيحلم يحضر هالحفله، ولكن دغري خلصت البطاقات بضم في مجال يمكن يوما ما ترجعوا تحضروا بوتشيلي، ولكن مثل ما كان بالارز بفتكر ما راح نلاقي. اهلا وسهلا فيك مستر فريدي كيروز، بدي حيي ابناء المنطقه. اهلا فيكي وشكرا على الاستضافه. اهلا فيك، وبدي حيي لجنه الارز الدوليه ورئيستها النائبه ستريدا جعجع، وبعرف قد ايه بتنسقوا سوا مع اتحاد البلديات وكبلديه حتى تستقطبوا كل هالالاف من الناس يلي رح تقصدكم مثل كل سنه، ولبل عم بتزيد من سنه لسنه لمهرجاناتكم. اهلا وسهلا. ميرسي. لما بحكي 29 حزيران الموعد قرب، ولكن السنة الحلو ببوتشيلي انه رح يكون على غروب على السانسيت، يعني اليوم يلي رح يحضر رح يتميز يعني بشري رح تستقبل على السانسيت، رح تستقبل بجولة سياحية، وبالوقت ذاته رح نسمع بوتشيلي كمان 100%. بتعليمات من مدام ستريدا جعجع رئيسة لجنة المهرجانات أصرت هيدا السنة يكون المهرجان يبدأ على غروب الشمس. أول شيء لعدة اعتبارات، ليستفيدوا العالم من هالمنظر اللي كتير حلو، كمان ليستفيدوا اللي بيطلعوا لفوق يتمتعوا بهالنهار ويقضوا الليل من بعد المهرجان، يمرقوا على المطاعم ويقضوا أوقاتهم فوق. من هالمنطلق نحن يعني أصرينا كبلدية نواكب لجنة مهرجانات الأرز بهذا الموضوع، حطينا خطة عمل طوارئ تنقدر نأمن النظافة والسهولة للأشخاص اللي بدون يطلعوا لعنا على المنطقة. المطاعم كلها عم تنزار بشكل دوري من قبل شرطة البلدية ومن قبل المراقب الصحي، وعم نتأكد أنه لوائح الأسعار كلها موجودة على المطاعم. كمان وضعنا رقم شكاوى للسايح اللي بيطلع على منطقتنا 24 على 24، لحب اذكره للرقم اللي هو 7-0-0-0-1-5-8-5. اي سايح بيصير معه اي مشكل او اي سوء تفاهم بمنطقة بشري الأرز بيقدر يتصل على هيدا الكول سنتر. نحن على كل حال رح نحط اكيد هالرقم خلال الحلقة، وكمان على الجولة السياحية اللي هي رح تكون انه تحت شعار اذا بدك هيدي مش اول سنة، يمكن هيدي رابع سنة في جولة سياحية تراثنا عالمي، رح يكون السنة على كمان على الغروب. خبرنا شوي شو بيشمل مستر فريدي. بيشمل اول شيء تراثنا عالمي، لان نحن بنعرف انه منطقتنا غنيه بالمواقع التراثيه، فبلديه بشري مواكبه للجنه مهرجانات الارز وبطلب من النائب جعجع كمان حبينا نعمل جوله سياحيه لكل حاملي بطاقات المهرجان، جوله مجانيه بتشمل 5 مواقع اثريه او سياحية اللي هي غابة الأرز الدهرية، تلة مارلياس بحتشيت، بيت القديس شربل ببعكفرة، متحف جبران خليل جبران الكاتب العالمي، وحديقة مارجيريس يلي بتشرف على وادي أديشة. في رقم كمان كل شخص شاري هيدي البطاقة بيحب يعمل هيدي الجولة السياحية بيتصل على هيدا الرقم بيحجز. كمان حاطين البروشور بكل الفنادق بمنطقتنا فوق، بيقدروا حتى لو كانوا فوق يحجزوا قبل النهار، يعني بيقدروا من هلا يبلشوا يحجزوا مثلا قبل 100%. اللي عارف حاله عامل يعني حسابه طالع على المنطقه في يحجز من هلا 100%. ورقم التليفون نحن كمان عم نحطه على الشاشه، بس كمان يا ريت بنقوله اللي هو 7-88-077-20. هيدا الرقم بيتصلوا فيه وبيأمنوا حظهم، لأنه بتعرفي اليوم ببوتشيلي في 6000 شخص، و6000 شخص طالعين كلهم بنفس النهار يمكن أو قبل النهار، فبنتمنى عليهم يحظوا لهيدي الجولة السياحية.
هي رح تكون هالجولة بنهار زيته قبل بنهار أو كيف رح تكون؟ قبل بنهار وبنهار المهرجين وتاني يوم المهرجين، لأن يعني 28 29 30 مزبوط، لأن نطلب من السواح اللي بيطلعوا لعنا هالمهرجين يطلعوا يقدوا ويك اند. في عدة اعتبارات نقول لهم يقدوا ويك اند، لأنه في يزوروا منطقة عيون أرغش، المنطقة اللي هي تحفة بمنطقتنا وفيها مطاعم كتير حلوة، في يزوروا 22 بلدة فيها مواقع تراثية. ومشان هيك أصرت كمان برجع أقول مدام جعجع السنة تعمل بوكلت 12,000 بوكلت رح يتوزعوا على كل رح يحضروا هيدا المهرجان، في فيه عبارة عن 22 موقع أثري ب 22 ضيعة بقضاء بشري، هيك بيتعرفوا عليها أكثر وبيزوروها بيعرفوا كثير مهمة، وفيها نبذة عن كل موقع أثري شو تاريخه، وهيك إذا وقت بيطلعوا على المنطقة لفوق بيطلعوا بيزوروا هول المناطق كلها سوا. من هيك نحن بنحب ندعي كل الأشخاص اللي بدهم يطلعوا بفترة المهرجانات يعملوا حسابهم يطلعوا قبل بوقت، يقضوا يومين فوق بيقدروا يعبوا وقتهم، في اكتيفيتيز كتير كبيره فوق وفي مواقع اثريه بيقدروا يزوروها، لانه المحطه الاولى هي مع الفنان العالمي بوتشيلي رح تكون 29 حزيران، ولكن المحطه الثانيه هي مع سمايل لبنان. لبنان يعني 13 فنان لبناني بين كوميدي، ويعني حبون الناس، ما بعرف كيف رح يجتمعوا بهالقالب الحلو ب 13 تموز، حتى البسمه دائما تكون موجوده على وجوه اللبنانيين. وهيدا اصرار، هيدا الاصرار من لجنه المهرجانات، خصوصا بهالوضع اللي عم يمرق فيه البلد والعالم، هالستريس اللي عم بتكون صحيح. فيه بركي بيقدروا يفشوا خلقهم شي محل، اول شيء بالضحك وثاني شيء بالهواء النظيف والجو الحلو والاستقبال الاحلى. كمان ب 13 تموز كمان في جوله سياحيه للاخذين بطاقات، كمان نفس ال 100% جولة سياحية رح تكون بفترة 29 حزيران 28 29 30 وب 12 13 14 بهيدي الفترة. كمان أنا بحب أقول هون إنه كبلدية نحن العالم رح تشوف إنه في 6,000 شخص طالعين بنفس الوقت. أنا بحب أقول لهم إنه نحن اليوم مع بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء بشري ومع القوى الأمنية، من حي الأستاذ إلي مخلوف رئيسة، في خطة سير كتير كبيرة معمولة للمنطقة، لأنه اليوم عم نشوف 6,000 شخص، يعني عندك حوالي أقل شيء 3,000 سيارة عم تطلع بنفس الوقت، يعني وعدل المواقف مؤمنة، مع أنه نحن منطقة جبلية ولكن مأمنين المواقف، حركة السير رح تكون كتير سلسة، يعني اللي بده يفوت على المهرجان يحضر ويرجع يطلع ما رح يوقف ولا ثانية بالوقت. كمان في تعليمات لنظافة المنطقة، نحن بنعرف اليوم حتى يلي بده يزور بده يحافظ على نظافتها كمان 100%. اليوم النظافة اللي عم بتصير بشكل كتير كبير، وخصوصا انه في المشاكل اللي عم بتصير هلا بأقضية الشمال بموضوع النفايات، الأكثر من هيك اليوم صار في إعادة كيف ترميم للطرقات، بنعرف نحن بهذه الفصل الشتاء اجى شتاء وما كانت شتاء ما كان شتاء عادي، فكل صحيح طرقاتنا عم تترمم عم تتزفت من جديد، الاناره عم ترجع تنعمل من جديد، المونسات على طرف الطرقات عم ترجع تنعمل من جديد، يعني هيدا كله سوا بيكون جاهز ب 27 حزيران، يعني في ورشه دائمه نحن عمليا العالم تطلع تحضر مهرجانات الأرز يومين ولمدة ساعتين الحفلة، ولكن الورشة العمل بتبلش تاني يوم، يعني بتبقى 12 شهر من السنة. يعني اليوم بيخلص مهرجان الأرز ب 13 تموز، ب 14 تموز ببلشوا التحضير لمهرجانات 2020 صحيح. بياخد وقت كتير كبير من قبل لجنة مهرجانات الأرز، من قبل النائب جعجع، من قبل فريق العمل، لأن اليوم فريق العمل مئات الأشخاص عم تشتغل لتأمن نحن راحة، عم بدنا نحييهم أكيد فردا فردا. وبعرف يعني من وقت ما انطلقت المهرجانات بعد توقف 50 سنة انطلقت بقوة، وكل سنة عم تقوى أكثر من سنة، من ناحية ليس فقط اختيار طبعا الفنانين العالميين واللبنانيين، وإنما أيضا من خلال التنظيم اللوجستي، وتوصل ناس وتكون مرتاحة، وهيدا هو المطلوب اللي أنتم من حي جهودكم. أكيد اليوم
نحن بدنا نقول هيدي السياحة على مدار السنة، يعني عنا بالشتاء سياحة التزلج ولكن الصيف مفتوح دايما، يعني غير بالمهرجانات أي إنسان بحب يعمل السياحة الداخلية بيقدر ينبسط كتير بهالمنطقة اللي حضرتك حكيت عنها من سفري دي كيروس. وكمان الأنظار تتجه هلأ على سكان المنطقة كمان يلي هني بيعتاشوا إذا بدك من الزراعة من جهة، من هالمواسم الصحية والمهرجانات، من هيك بدنا نشجع صمودهم كمان بهالمناطق. السنة ما كانت وردية كتير على المزارعين، السنة أصابتهم يمكن لدليل يمكن منتهم ما يقدروا يشيلوها قد ما كانت آخر برد اللي إجا أثر على المزروعات وعلى الأشجار. أنا حكيت صراحة مع النائب جوزيف إسحاق اللي هو مهتم بهذا الموضوع، اليوم في شيء جديد صار عنا يعني فكرة إذا في حدا رح يساعد أو لا ولا نعم. شيء خلينا نوضح أنا نحن أهالي منطقتنا بيعيشوا من قطاعين أساسيين، نعم. القطاع السياحي والقطاع الزراعي، نعم. القطاع السياحي عم بينعمل المستحيل لنقدر نطوره، ومن ضمنه اللي هو مهرجانات الأرز اللي هو عبارة مش عن يومين بس، لأن نحن هل يعني وقت بنطلع على الإعلام بهيدا الشكل كل العالم بتصير تطلع على منطقتنا وبتعمل حركة سياحية لمدة 12 شهر من واليوم السنة. صارت المسافة قريبة مع الأوتوسترادات الجديدة يلي انفتحت، يعني ما عاد في وقت كتير شبكة الطرقات صار من العاصمة لبشري بوقت كتير قصير، ولكن عنا نسبة كتير كبيرة كمان من أهالينا هني عندهم مزروعات، وهيدا السنة اللي من أسبوعين إجت هالكارثة الطبيعية اللي هي كارثة من ربنا، يعني ما حدا أصابت كل المنطقة وصلت لعكار لدرجة إنه مش بس التفاح، يعني عادة كنا نبكي على موضوع التفاح سنة كل الفواكه الصيفية الفواكه والخضرة الصيفية، يعني في عالم بصراحة من سنتين شالت التفاح ما بقى بدها تفاح، زرعت خضرة راحت الخضرة كلها سوا. أنا هون بدي أتوجه لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية ولهالمسؤولين بهالدولة انه اليوم الكارثة مش بس يكون في عمل ارهابي منروح منعود على الاهالي، الكارثة الطبيعية اليوم عنا 70% من اهالينا بيعيشوا من هالمزروعات اللي عم ننتجها. اليوم مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي صندوق تمونة، احنا عم نشوف هاي صور من عندكم، يعني صندوق تمونة ما في المزارع ما رح يقدر يشيلها. هالأضرار من أسبوعين صارت، بعد لحديد هلأ ما حدا توجه على منطقتنا. أخذنا مبادرة كبلديات المنطقة عم نعمل أحصى نحن لحالنا من دون ما يكون في الجيش اللبناني، عادة هو اللي بيعمل أحصى بتكليف من الهيئة العليا للإغاثة. بتمنى أنه هاي الكارثة الطبيعية هي بحجم العمل الإرهابي، المقومات الصمود بمنطقتنا ما بقى عنا موجودة. إذا ما الدولة اليوم كانت هي بي الكل وأم الكل مثل ما بيقولوا ما بدها تتطلع بولادها، يعني نحن متوجهين على خلص نهاية لبنان. يعني أنا اللي عرفته من المزارعين أنه الأشجار المثمرة خلص ما بقى فيه ثمر، ولكن مضطرين يحافظوا على الشجر، يعني الفيران بالتلج أكلت شوي من الشجر كانت كارثة، وجد كارثة البرد روحت الموسم، ولكن ما في يتركوا الشجر بدون عناية، يعني بدهم يرشوا بدهم يشحلوا من جديد، وهيدي بدهم يتكلفوا كمان وموسم ما فيه العملية. وبالنسبة يعني للخضرة بنرجع نعيد من جديد حضر الأرض ونعمل. هيدي المشكلة مش بس على المزارعين طبعاً، يعني عندك في عائلات، يعني في عندك اللي عندهم صيدليات زراعية اللي كانوا بيبيعوا أدوات، هولي ما بقى يقدروا ياخدوا مصاري من المزارعين لأن المزارع ما بقى معه مصاري. أصحاب برادات التفاح، يعني عندك حوالي 100 براد بمنطقتنا، هولي كمان عيال عم تعتاش من هيدا الموضوع. اليوم ما بقى في تفاح نحطه بالبراد كمان، هيدي يعني شان طويلة عريضة انضربت. يعني عم نعمل نداء استغاثة بهذا الموضوع تيكونوا حد أهلنا، لأنه تنقدر نحافظ على هالاستمرارية ونضل بأرضنا. نحن بعد الفاصل مستر فريدي كيروس كمان رح ندخل مع التوأمة بين بلديات تانية وشو عم تعمل كمان بلدية بشري حتى تستقطب أكتر وحتى كمان تحافظ مثل ما قلنا على صمود الناس بمناطقهم. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا مع رئيس بلدية بشري الأستاذ فريدي كيروز، وأكيد يلي عم بتابعنا طلع على مهرجان الأرز الدولية، هالمهرجان يلي رح يكون له بتلي بي 29 حزيران مع بوتشيلي، ولكن رح يسبقه
جولات سياحية لكل يلي حاملين بطاقات، 6000 بطاقة. وأكيد إذا الناس بدها تزور المنطقة ده الشيء مفتوح دايما، ولكن نحن حطينا على الشاشة أرقام تليفون رح نرجع نحطهم للحجز. مسيو كيروز، أكيد اليوم عدا على المهرجان بدي أحكي شوي كبلدية اليوم. نعم. كبلدية منفتحين على الخارج بشكل أنه دايما عندكم وفود، يعني وفود فرنسية، وفود من الأسيد، في توأمة من ناحية التزلج، البيئة، السياحة. قديش مهمة هالتوأمة هي، قديش مهم هالتعاون كمان، هالتبادل خبرات بمنطقة مثل منطقة بشري. عمليا نحن العمل اللي عم نشتغله هو من ضمن خطة متكاملة لقضاء بشري، مش بس لبلدية بشري. نعم. ولكن كل بلدية هي عم تفوت مع البلديات الأجنبية بالشق اللي هي عندها added value لألها. نعم. يعني نحن مثلا قضاء البلديات رح يمضي توأمة مع قضاء ببلديات بفرنسا، ولكن بلدية فالديزير لأنه عندها المواقع الجغرافية اللي هي مثل مواقع الجغرافية تبع بشري، وعندها أهم محطة تزلج بأوروبا كمان. بشري والأرز هي من أهم محطة تزلج بالشرق، مدينة هالتوأمة. هيدا المشروع التوأمي هو يبلش من الناحية الرياضية، ولكن رح يستثمر للناحية الثقافية وللناحية تطوير مناطق التزلج تبعيتنا والتبادل بالخبرات. وكمان هن بحاجة منطقة اكزامبل لحقاتي، منطقة فالديزير بحاجة لشجر الأرز كمان اللي هن مش موجودة عندهم، ونحن عنا مشتل لشجر الأرز بمنطقتنا ببشري، فبيصير في تبادل بهذا الموضوع. هن بيبعتونا خبراتهم اليوم خلال 20 يوم، موديين حوالي 20 ولد من بشري يقضوا 10 ايام بمنطقة فالديزير ويعملوا سكي هلا بالصيف، كمان بفصل الشتاء بتصير نفس الشيء. هذا الموضوع كله سوا هو من ضمن خطة واسعة مع نواب بشري، مع اتحاد البلديات، ومع مجالس البلدية عم بتصير. والمهم انه رح يكون في عنا مرصد الحركة الفلكية منطقة الشرق الأوسط، هالمرصد الفضائي رح يكون بهالمنطقة. يعني قديش هيدي كمان خطوة مهمة مع جامعة السويزي. مع جامعة الانديو بصراحة هي في عبارة عن هبة من دولة الصين لجامعة الانديو، وثائبت انه منطقتنا النقطة الجغرافية هي من اهم منطقة موجودة بالشرق الاوسط لهذا المرصد. المرصد بالمبدأ عن ينعمل الام او يو، مذكرة تفاهم مع جامعة الانديو. نحن لسوء الحظ يعني المنطقة اللي بدنا نعمر فيه المرصد بعده فيها تلج هلأ، بدنا ننطر يمكن لسنة الجاية لنقدر نبلش بهيدا المرصد. بتكون كمان إلية القانونية خلصت 100%، ولح يكون من أهم 15 مرصد بالعالم. مرصد فضائي، ولح يتبع بمرحلة تانية لح ينعمل مثل متحف، لأنه اليوم مش كل العالم رح تقدر تطلع على علو 3000 متر. رح يكون في متحف بمنطقة الأرز لهيدا المرصد لكل السواح اللي بدهم يزوروا هيدا المرصد أو يعرفوا عن دراسات الفلكية بيقدروا يزوروا هيدا المتحف. وهو بالدرجة الأولى هو مرصد علمي، يعني رح يستقطب كل العلماء اللي بهمهم يكونوا يستكشفوا بمنطقة الشرق الأوسط الفضاء منطقة الأرز لحتى. يعني مسيو كيروز هيدا هو لبنان، يعني هيدا دور لبنان الحقيقي، وهيدي صورة لبنان لازم تكون بالعالم. صح. يلي نحن بدنا نشتغل عليها، ما بدنا نفوت بزواريب ضيقة إذا بدك. ولكن هيك خليني نرجع على بشري إذا إذا بدك. أكيد. بعرف البلديات اليوم كمان اتكال على المستحقات، السنة اقتطع كتير من الصندوق يعني المستقل. هلأ السنة شو وصلكن منها، شو قادرين تعمل؟ لأنه مش بس اقتطع، تحدد كمان شو بدنا نعمل كبلديات، يعني قدام أثر عليكم. يعني عمليا نحن بصراحة آخر دفعة نحن منعرف أنه البلديات الجبلية هي بتعيش من المدخول اللي بيجي من الدولة. صحيح. غير بلديات اللي موجودة بالمدن. عمليا نحن من 2017 آخر دفعة كانت، وهلأ من شهر تحول 50% من الصندوق البلدي المستقل. مثلا المصريات اللي هي تابعة للهاتف الخليوي ما تحولت بعد للبلديات. هيدا الأماونت اللي وصل للبلديات أنجى بقيم بالموصفين تبع البلديات. نحن صرنا هلأ تقريبا سنة ونص عم نشتغل من الريزيرف اللي موجود، اللي هو كنا حاطينه للمشاريع لتنمية ضياعنا. اليوم
يمكن بلدية بشري بعدها وضع أفضل من غير بلديات، ولكن البلديات الصغيرة اللي ما عندها جباية وبتعيش من هيدا الموضوع، حتى في منهم بفترة من الفترات وقفوا يقبضوا موظفينهم. كمان هون من ناشد، هلأ يمكن عم ناشد بس الدولة ما معها مصاري، يعني شو بدنا ناشد إذا وزير المالية هو عم بيقول ما في مصاري بالدولة؟ ما بعرف شو الحل، ولكن وقتها بتوصل للمشكلة للبلديات، المشكلة للمزارعين اللي ما بنقدر نعطيهم تعويض، ما بعرف إذا بعد فينا نقول دولة. بكل حال نحن حتى نختم حلقتنا بالفرح إذا بدك، لأنه هول المهرجانات هن متنفس إذا بدك للبنانيين، إن كان زيارة يعني السياحة الداخلية الدينية وغير دينية أساسية للبناني اليوم ما بقى عنده غيره أصلا، حتى نتركوا هالمساحة الفرق. بدنا نشكر كمان لجان المهرجانات ومنهم لجنة مهرجانات الأرز الدولية اللي عم بتحط لبنان على الخريطة العالمية. صح. ونحن لبنانيا وسياحيا ونحن منفتحين وهذا الأساس. آخر كلمة لحضرتك، شو بتحب تقول قبل ما؟ أنا وقت بشوف كل لجان المهرجانات بلبنان عم يطلعوا المسؤولين عنهم وعم بيقولوا نحن هيدي آخر سنة، ومنشوف نحن النائب ستريدا جعجع بتقلنا أنه حضروا حالكم للسنة الجاية لمهرجان أكبر، ما فينا إلا من أديلة تحية ونشكرها لهيدا الموضوع، لأنه عن جد مهرجانات الأرز الدولية اللي هي صارت عالمية مش بس على صعيد المنطقة وبسرعة قياسية. اليوم تعطي إكزامبل بموضوع بوتشيلي اللي البطاقات تبعيتهم باعت من خلال أول شهر وأكتريتها من الاختراب، وهيدي كمان دليل أنه كمان إدي قادرين نستقطب صح السياح، ونحن بنترك لهم يعني بنعطيهم كل المجالات يعني تكونوا مرتاحين 100%. انا بدي اشكر حضورك معنا مستر فريدي كيروز، بدي اقول للبنانيين فيكم تتعرفوا على منطقه حلوه كثير، على قضاء كثير حلو، اذا ما صار مجال نحضر بوتشيلي فينا نحضر اشياء كثير، فينا نحضر سمايل لبنان، فينا نزور في مهرجان الطفل كمان، مهرجان الطفل كمان هيدا بيصير بين ب 4 5 6 7 تموز، اللي بيستقطب عدد كثير كبير وبيكون شبه مجاني كل العائلات اللي بهمها تطلع كمان على يعني مناطق. هيدي فرصة كمان للعائلات. نعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء.